تصور يانا عصفور ما كانش موجود في السيناريو من قبل. ديجا تزيد لي زياده هذاك تخلق بك انت تخلق لي انا هذاك المخرج خلقوا لي انا. هذيا علمتني الموسيقى علمتني اللي ما فهم حتى شيء في الدنيا هذيا ديفيزيل دور خدمه وحدي هذاك بريسك مكثر الدور صانع وحدي البارول مثلت في المايسترو رول عصفور برشا ديجا يعرفوني انا شنو مثلت؟ عصفور في الاصلاحيه عصفور ايه. ديجا برشا يعرفوني ايه. وش مثلت اخر؟ مثلت في فيلم تاع دي سي سي سمير حبابي اسمه لانتريت خدمت في كليب نتاع واحد تركي مسعود كورتيوس وخدمت رمضان سنين ان شاء الله في حنبه على الليل ناس كلي قالوا تاع الجزء الثاني ضيف شرف ماخو شنو هو الدور؟ ضيف شرف اي الدور شنو؟ ايه كتير مش كبير برشا ما نحبش نحرقه ما تحبش تحرق فيها مازلت ما ظهرتش خاطر في النص الثاني وين عدى ديجا يبدا في النص الثاني اي من وين جاتك موهبه التمثيل هذيا والجو انت ماما غرمتك بس لا والله لا انا ديجا فما شكون اكتشفها فيا شكون؟ احسون بن عياد اسيستون هو هو اللي عيط لي قال لي اجا اخدم معايا مشيت ضحك ولع ديجا دوري انا عصفور ما كانش موجود في السيناريو من قبل ديجا تزيد لي زياده هذاك تخلق بك انت تخلق لي انا هذاك المخرج خلقوا لي انا ايه وانت مازلت ديجا ترانكوش بصغير مازلت صغير وقتها عمري 11 سنه تقريبا عاود لي دور عصفور دور عصفور لقط الدنيا ذي علمتني الموسيقى علمتني اللي ما فهم حتى شيء في الدنيا ذي ديفيزيل ديجا على خاطر الفرنسي بتاعي مكسر انا وقت في الاصلاحيه الفرنسي بتاعي مكسر معناها مش فرنسي صحيح ديفيزيل انكورابل وانت منين تعلمتوا هذا؟ هكاكا جست في البلاتو ما بين بعثنا جو برا راكبها واحد مكثر الدور خدمه واحد يعني هذاك بريسك مكثر الدور صانع واحد البارول يعطيك الصحة باهي قول لي ساعة الحياة بعد الشهرة حياة كيفاش تكون؟ حياة عادية عامل كفو كاموفلاج بهذيا باش ما تبانش وما يعرفوكش العباد على شعري على خاطر شعرك منكوشة ايه ميموضة ما نحبوش والله حياة عادية نحسها عادية لما تبدل شيء يجيوكش يقولوا لك نصوروا معاك ديجا كل ولاد حومتي انا ما نخرج من حومتي برشا معناها يعرفوني كل ولاد حومة ايه دونك ما يحسوكش حاجة كبيرة يعني مش ما يحسوش حاجة كبيرة هما اصحابي كل شيء يتفخروا بيا حتى وين نمشوا لبلاصة يقولوا عصفور وكل شيء صاحبنا مشيت فيك عصفور ذا ايه العباد تقول لي عيطوا لي عصفور حتى في الكوليج عيطوا لي عصفور طيب يا عصفور انت تطير ولا ما تطيرش؟ ما نطيرش علاش ما تطيرش؟ وينهم جوانحك؟ مازالوا في الدار شكون هيزهم؟ في الدار علاش تخلي فيهم؟ بيه فما عصفور يخرج بلا جوانح هو الوقت ضرورة مخليه مش ديما نخرج ايه عصفور انت بعمايلك ولا مش بعمايلك؟ بعمايلي قداش نسبة بالمية مثلك عصفور؟ نسبة بالمية 87% ايه معناتها انت عصفور ايه تحس روحك عصفور بحس روحي عصفور فرنسي مكسر بتاعك ظهري ما تصنعوش انت مكسر لا والله لا مش مكسر برشا كومين باهي ما نستعملوش فرنسي ديما عربي نحب العربي ايه سينو التجربه نتاعك احسن تجربه فيهم الكل انا هي كانت المايسترو والانتريت الزوز هذام الانتريت دور شنو؟ دور طفل متشرد ما عنده وين بيت باش يكتشف معناها من بعد باش يكون سبب ناتج انه يكشف موت البطل. فهمتك. ايه. استخدمتش هكا موهبتك في التمثيل مع تاع العباد هكا مثلت عليهم ولا عملت لهم فاز؟ شو عملت؟ عملها باش ناخذ بيه. شنو تقلب؟ كنت راه مثلا نخدم بيه نكمل عام كامل نخدم بيه ناخذ بيه الكونترا كي نخدم بيه عام كامل عادي بيه وقال مادام راني ابسون. يا سيرفايونيت اللي معطيه. تعرفني ما تصدقنيش ما تصدقنيش تقولي راك تكذب عليا ما تعطيني بيه اما خاطرك مشهور اي تستغل في الشهره يا وحيد عجبتك الفاز اي حاول شي معناتها تنمي الموهبه نتاعك هذه والله نحب نخليك كهوايه ما نحبش معناها ندخل نقراها ولا حاجه حتى برشا قالوا لي اجا اقرا ما نحبش نحب نخليها هوايه كيك هوايه انت تحب تخدم ممثل نهار اخر علاش لي اما ماشي في برنامجي تو نحب نكمل قرايتي ومن بعد نمشي يجيوك عروض معناتها من مسلسلات مشهوره ولا الحق لا مازال لا مازال
انت مش قاعد تحرك مع تاع العروض لا كاستينغ لا شيء، خليهم لين يكلموني هما. ايه معناها مخلي انا كونتاكت اسيستون وكل شيء، ثم حاجه يكلموني مش هكا حارس عليها على الاخ. باهي تعرفتش على ممثلين ولا فنانين؟ على شكون مثلا؟ فتحي الهداوي ديجا صحاب، مالك بن سعد ما عندناش برشا من اللي عملنا قهوه بعد ما كملوا حرقه. شكون اخر؟ احمد حفيان. برشا المشاهير هذوما معناتها شنو زادوك في حياتك؟ ما عارفه كيما مالك بن سعد طولنا صحبه برشا من بعد العمل هذاك، ولينا ديما نقعد في قهوه مع بعضنا ديما. ايه شنو يا اخي قهوه كي تشوفهم هما تحس روحك نهار اخر باش تولي كيفهم ولا؟ ان شاء الله نخمم. ان شاء الله هكا نحس فيك تقول فيها بقوه هكا وكونفيدنس وكل. عندي ثقه في روحي. مثلتوا تغنيوا في المايسترو هكا ولا؟ غني انت ولا؟ لا نعزف انا فيولون. كلمه ختام شنو تحب تقول؟ اللي عنده موهبه يمن بروحه يتبعها للاخر. اكيد. وانت باش تتبع حلمتك ولا؟ باش نتبعها بيان سور، اما بعد القرايه، قرايتي قبل. باش نخليها حاجة ماهيش رئيسية، باش نخليها من بعد قرايتي.